معكم محمد الجاسم، ضابط اقليم متخصص في الاداره الفرعيه لتنسيق شؤون المكاتب المركزيه في اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا. طبعا احنا اليوم في المكتب المركزي الوطني في دوله الكويت، وحاليا قمنا في هذه الزياره بعد الانتهاء من المؤتمر. طبيعه عملنا في الاداره الفرعيه لتنسيق شؤون المكاتب المركزيه في اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا هي عمليه تنظيميه بين المكاتب المركزيه الوطنيه في اقليم الشرق الاوسط وشمال افريقيا. بما ان الجريمه حاليا اصبحت عابره للحدود، والنشاط الاجرامي يستهدف الكثير من الدول سواء على مستوى الاقليم او مستوى العالم، فياتي دور الاداره للتنسيق والتواصل بين هذه الدول والاستخدام ادوات الانتربول سواء عن طريق النشرات او عن طريق الرسائل وتبادل الرسائل المعلومات بين كل من دول الإقليم فيما بينهم.